السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مناحي النعيم مع المهندس مصطفى الشهاني. اليوم سنشاهد كيفية إخضاع طرد للنحل متعلق بشجرة للحمضيات وطريقة إسكانه في خلية جديدة أو بيت تربيع. في البداية علينا التدخين على الطرد لغرض التهدئة، وقبل ذلك نكون قد حضرنا الخلية ووضعنا فيها أقراص بها عسل في الجوانب إلى جانب قرصي حضنة، ومن الأحسن أن تكون حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة بمجموع حوالي 6 أقراص، ولا ننسى إغلاق مدخل الخلية وتحضير مكان للوضع النهائي لها. نحاول أن نجمع بكل هدوء النحل من على الشجرة ووضعه مباشرة في وسط الخلية. كما تلاحظون النحل هادئ، وذلك راجع إلى وجود التدخين. نستعمل فرشاة أيضا لإزالة النحل العالق. هكذا تبدو الخلية بعد وقت أو مدة من إخضاعها. إن استطعنا ترك الخلية إلى حدود هبوط الليل يكون تقريب كامل النحل في وسط الخلية، مدخل خلية مغلق، وهذا مكان وضع النهائي للخلية. بعد مرور تقريبا 2.5 شهر هذه هي الخلية.